أدفع ولا قرش. فأنت صح بتصممه أوفلاين، لكن بأي مرحلة إذا توفر عندك دومين بتقدر ترجع ترفعه على هذا الدومين اللي أنت فعليا اشتريته أو وفرته، فما فيش مشكلة بهذا الموضوع. طيب الآن بس أنا حبيت أحكي هذه الإضافة، وحتى تكون الإضافات أوكي والبلاجينز حتى تكون مدخل للمحاضرات القادمة إن شاء الله، راح تكون هذه ابتداء من محاضرة يوم الخميس، والفيديوهات إن شاء الله راح يتحمل فيديو يشرح لك step by step كيف تنزل هذه البرمجية على جهازك. الشغلة الثانية الأعضاء. الآن لو أنا فتحت على الأعضاء راح يعطيني كافة الأعضاء inviting you، في عندنا إضافة عضو وغيرها. خلينا نبلش فيهن واحدة واحدة. شايفين الأعضاء يا جماعة؟ اسم المستخدم GRN والبريد الإلكتروني اللي أنا شابك فيه، ووظيفته عبارة عن مدير لهذا الموقع، وعدد المقالات اللي نشرها مثلا. الآن يا جماعة شو المقصود في الأعضاء؟ الآن أنت لو كنت تشتغل إن شاء الله بجريدة، بعد ما تتخرجوا راح تشتغل بجريدة وسلموك الموقع الإلكتروني لهاي الجريدة، هل بتتوقع انت وحدك اللي معاك اليوزر نيم والباسورد واللي من خلالها بتقدر انك تدخل على هذا الموقع وتضيف مقالات وتعدل على الصفحات وتضيف مثلا اوبشنز مختلفه؟ لا، عاده ما بكون مستخدم واحد، بكون مجموعه مستخدمين. الان انا شلون انا بدي اضيف مستخدمين على هذا الويب سايت، وكل واحد اعطيه يوزر نيم واعطيه يوزر باسورد خاص فيه من خلال اعضاء المنبر اللي اسمها منهم. فأنا حاليا أنا مدير هذا الموقع واسمي المستخدم تبعي GRN وهذا الإيميل اللي خاص فيه، وشو وظيفتي؟ مدير لهذا الموقع. لأن الوظيفة كمان بتلعب دور مختلف. شو يعني مدير؟ مدير بمعنى أني بقدر أعمل اللي بدي إياه على الويبسايت، بقدر أحذف، بقدر أعدل، بقدر أضيف مقال، بقدر أضيف صفحة، بقدر أضيف صورة، بقدر أعمل اللي بدي إياه. أوكي؟ لنفرض الآن كان في عندي موظف بهاي الجريدة اسمه أحمد، وهذا الأحمد بدي أعطيه صلاحيات يفوت على هذا الموقع وظيف المقالات، تمام؟ كيف بدي أعمل؟ من خلال الأعضاء اللي موجودة عندي يا جماعة، في عندنا هنا اسمه invite new، يعني ادعي شخص جديد بأنه يكون بمنبر عضو مسموح له يدخل على هذا الويب سايت. هاي invite new قلت كليك عليها، هاي كليك، استنى شوي. اوكي الان invite new، راح ادخل على هذا الموقع، قم بدعوة الاشخاص الى متابعة موقعنا او مساعدتك في ادارته، دعوة. اوكي انا بدي احط الان مساعد الي، تمام؟ اسماء المستخدمين او عناوين البريد الالكتروني، طبعا انا بقدر ادخل كم شخص؟ 10 اشخاص. هون يا جماعة الان لنفرض انه في اشخاص بدي ادعيهم يكون مدير، يعني بقدر اضيفه يكون مدير، ممكن يكون محرر يضيف مقالات وعدل على المقالات فقط، ممكن يكون كاتب بس يكتب المقالات، محرر ممكن يضيف صفحات كمان، مساهم في عنده مثلا ممكن اعطيه صلاحيات معينه، بمعنى انت مسموح لك تعدل التنسيق تبع الويب سايت، انت مسموح لك انك تعدل على الفورمات تبع الصور، انت مسموح لك انك تعدل مثلا على الالوان اللي موجوده عندك، انت بتقدر تحدد صلاحيات كل واحد. ومشاهد انك تعمل دعوه لاشخاص يتابعوا الموقع تبعك، فقط يكون زي يوزر فقط لا غير. هذا ممكن تدخل ايميلاتهم هون، لنفرض انا كان عندي شخص اسمه احمد @gmail.com، تمام؟ لاحظوا بقدر اضيف لغايه 10 اشخاص، علي مثلا yahoo.com. جيت حكيت انه هذول الاشخاص انا بدي اضيفهم كمحررين للموقع، تمام؟ محررين. اثنين، هذا المستخدم مقاول، محرر بمعنى، او شخص مستقل او مستشار له وكاله، بمعنى انه اعطيته تصريح يقوم ببعض المهام على عنده. هون في تعلم المزيد عن الادوار بيعطيك ديسكريبشن مفصل عن كل واحد شو بيقدر يساوي، تمام؟ هون بقدر اكتب رساله بروح لهذا الاشخاص، انتم تم إضافتكم كمثلا محررين إلى الموقع،
تمام، كتبت الرسالة اللي بدك إياها، شو بدي أعمل له؟ إرسال دعوة. الآن شو اللي رح يصير يا جماعة؟ رح تم إرسال الدعوات بنجاح، رح يصل لعلي وأحمد إيميل بقولهم إنه تم إضافتكم إلى هذا الموقع كمحررين. رح يصل رابط، بس يعمل كليك على هذا الرابط رح يطلب منه إنه يدخل، يكون عنده يدخل اسم مستخدم إله ويدخل باسورد، أوكي؟ وبعد هيك رح يبعث لي، برجع باك لمين؟ للآدمن مدير الموقع، بقول له إنه هذول الأشخاص اختاروا هاي اسم المستخدم وكلمة السر، وهذا اسم المستخدم للشخص الثاني وكلمة السر، وإنت أوريدي ضايفهم كمحررين، ورح نشوف فمه إنه هذول الأشخاص رح يظهروا عندنا بقائمة الأعضاء، أوكي؟ بس يتم الموافقة منهم ويرسلوا لي اليوزر نيم والباسورد، رح نشوف إنه تم إضافتهم كمين كأعضاء بهذا الموقع. تمام؟ أنت ممكن تعمل دعوة لمحرر، لكاتب، لمساهم، أو زي ما حكينا لأشخاص أنك تدعيهم مشاهدين يتابعوا الموقع تبعك. تمام؟ هذا لغايات المشاهدة، بنسميها بروموشن، الإعلان على الموقع تبعك، تزيد عدد المتابعين، تزيد عدد اليوزرز، is visitor للموقع تبعك. تمام؟ من الأعضاء برضو في عندك الملف الشخصي، تقدر أنت تغير اليوزر نيم، تقدر تغير الباسورد، تقدر تشوف شو الاسم اللي موجود، أوكي، حاب أنك تضيف صورة خاصة فيك، هذا اسم المستخدم تبعي، أوكي، حاب أنك تكتب عنك نبذة عن نفسك، حاط شو اسمك الأول، شو اسمك النهائي، على سبيل المثال حاب أنك تضيف صورة عنك، هذا بس أنك تعدل البروفايل اللي خاص فيك على سبيل المثال. نفرض قررت أني أستخدم هذه الصورة وريفر، وطبعاً أنتوا هذه الأمور أتوقع أنها بديهية بالنسبة لكم، خاصة بتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عام. تمام، هيك أنا بكون حط عملت إعداد، خلينا نقول تغيير على الملف الشخصي اللي خاص فيه، أوكي؟ طيب ما بدي أحفظ لأنه حيحفظ الصورة. آخر إشي الإعدادات الشخصية، أوكي؟ الإعدادات الشخصية أنت بتعمل إعدادات خاصة فيك، شو البريد الإلكتروني اللي ممكن أنت تستخدمه، اسم المستخدم اللي حاب أنك تضيفه إذا تعدل عليه، تمام، العنوان للموقع تبعك، هذا عنوان الجريدة تبعتنا، واجهة اللغة إذا حاب أنك تغيرها عربي أو إنجليزي. اثنين التصميمات، يعني أنا ممكن أختار هذا اللون، أنا بدي هذا اللون، أوكي، لاحظ بصير أعدل لك بعض خلينا نقول الأمور اللي خاصة فيك أنت، مش على الموقع الرئيسي اللي بدي أشوف اليوزر، لا، على الموقع اللي خاص فيك أنت. بعد ما تخلص حفظ الإعدادات، تمام، هيك بالطريقة هاي أنا بكون عدلت على الملف اللي خاص فيه. أوكي شباب، ماشي شباب، سؤال، استفسار، في حدا عنده شيء إلى الآن؟ شباب، حدا عنده سؤال؟ ملاحظات؟ تمام، نكمل. في الأوبشنز الأخير اللي راح أحكي عنه الآن اللي هو الأدوات، لكن راح أترك هذا الشرح الأدوات وتفاصيله بس ننزل البرمجية أوفلاين لنفس السبب اللي حكينا عنه في الإضافات أو البلاجينز، أوكي؟ إنه هذه الأدوات يا جماعة بتحتاج إن نشتري هذا الموقع أو نضطر إن ننزله أوفلاين حتى نستخدم كل الأدوات الموجودة. البلاجينز، الإضافات والأدوات من أهم الفيتشرز أو الميزات في تصميم الموقع، هن اللي بعطنه رونق، هن اللي بعطنه هذه الإضافات إنه خلي الموقع تبعك مور أتراكتيف لليوزر، جاذبية عليا، بقدر إنه أضيف عليه الإعلانات، أتحكم في الديزاين تبعه، أتحكم في اللي أوت، بقدر أضيف عليه فيتشرز معينة، بقدر أضيف شريط إخباري على سبيل المثال، بقدر أتحكم في كل هذه الأمور من خلال الأدوات، ورح نتعرف عن عدد كبير جدا من الأدوات المتاحة والأدوات اللي ممكن أنا أستوردها، زي ما بنحكي إنه بمعنى أجلبها من خارج هذا الموقع وأضيفها على الموقع تبعي أو أعملها تصدير، بمعنى أنت تصمم أداة وتنشرها، أوكي؟ حذف الموقع إذا حاب إنك تشطب الموقع بصورة نهائية، وراح نتحاول راح نشوف مع بعض كيف ممكن نتحكم بهذه الأدوات. شباب أنتوا معي؟ أوكي شباب أنتوا معي؟ شباب
اوكي شباب معك دكتور. ممتاز. معك دكتور. ممتاز. معك دكتور.